دوستويفسكي بعيون زوجته. دوستويفسكي كان إنسان لم يترك له الفقر ولا الديون، فسحة يتنفس فيها، إنسان تكالبت عليه أسوأ الظروف والكوابيس. ابتلاؤه بمرض الصرع، وفاة ابنته الكبرى وهي طفلة، وفاة ابنه المحبوب أليوشا وهو صغير، حقارة أقربائه، انعدام أخلاق زملائه الأدباء، ازدراء الدولة له. وفي مواجهة هذا السيل الجارف وهذا العالم الحقير، لم يكن يملك غير ابتسامته الصادقة ونيته الطيبة وإنسانيته وقلمه. دوستويفسكي روائي وكاتب قصص قصيرة وصحفي وفيلسوف روسي. من أقواله: إنني من أكثر الناس صعوبة، لأنني ممن يهتمون بالأشياء البسيطة وتسعدهم التفاصيل الصغيرة، ولا أحد يهتم لمثل هذه الأشياء،